يوزر سيف، تعال واجلسني. هل يسعني أن أذهب راجلا وألا أركب؟ لماذا؟ بل لا أحب أن أحمل على أكتاف الآخرين. افعل مثل ما تأمرك السيدة زليخة. الغرب هناك وهو عالم الأموات. نحن ندفن مع أمواتنا الملبس والمأكل والمشرب لكي يستفيدوا من لذة الحياة ما بعد الموت، وندفن معهم أيضا عددا من الخدم ليوفروا لهم ما يريدون. أتعنين أن الجسد بعد أن يبلى يستطيع أن يلبس ويأكل؟ إن جسم الإنسان يبلى في العالم الآخر إلا إذا حول إلى مومياء، فذلك يحفظ للميت جسمه. فلا يمكن نبش القبر لإخراج الميت الذي استعاد الحياة من جديد؟ فالحياة من دون عذاب أفضل من الملبس والمأكل. لا أعلم، ربما يمكن ذلك. إن كنا سنطيل الوقوف هنا فاطلبي منهم أن ينزلوا العرش السيار، لقد تعبوا. أنت لا تقلق، فهم معتادون على ذلك. إلى المعبد.